من يومين أعلنت جائزة بانيبال الأدبية للترجمة فوز رواية قيام وانهيار الصاد شين للكاتب والروائي حمدي أبو جليل، وده بعد ترجمتها من اللغة العربية إلى الإنجليزية. جائزة ثقافية مهمة واستثنائية في مجال الثقافة والأدب بكل تأكيد. خلينا نقرب أكتر من مؤلفها الكاتب والروائي حمدي أبو جليل اللي موجود معانا دلوقتي على التليفون عشان نبارك له ونقوله صباح الخير. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير، اهلا وسهلا. صباح الفل، اهلا بحضرتك. يعني لو في البدايه تكلمنا عن جائزه بانيبال الادبيه، بتمثل لك ايه وبتمنح على اساس اي معايير؟ لو حضرتك تكلمنا عنها بشكل مفصل شويه. والله يا جائزه بيشرف عليها اتحاد المؤلفين البريطانيين، جائزة مهمة لترجمة الأدب، هي لتحفيز ترجمة الأدب العربي للإنجليزية، وهي قيمتها المادية للمترجم لتشجيع المترجمين لترجمة أدبنا العربي. وأنا سعيد بها جدا لأنها جائزة مهمة فازت بها أسماء كبيرة زي الأستاذ خيري شلبي، الشاعر أدونيس، الشاعر محمود درويش. وامتناني لها لأن لجهود المترجم الإنجليزي الراحل العظيم هانفري ديفيز، بذل مجهود كبير جدا في ترجمة رواية قيام وانهيار الصاد شين، لأنها مغامرتي اللغوية الأجرأ في الرواية، وهي عبارة عن كوكتيل من اللهجات، اللهجة الفيومية، اللهجة القاهرية، اللهجة البدوية، اللهجة الليبية، اللهجة المغربية، لهجة الشباب المصري في بعضها، كلها لهجات ملهاش قاموس. نعم. ومن هنا الجهد اللي عمله هانفري ديفيز، وهي آخر رواية يترجمها الراحل العظيم قبل وفاته. نعم. طيب خليني أسأل حضرتك، مين اللي رشح الرواية للفوز بالجائزة، وهل توقعت فوز الرواية بهذه الجائزة؟ اللي رشح الرواية للفوز بالجائزة ناشرها الجامعة الأمريكية في القاهرة. نعم. طبعا أنا تمنيت أفوز بها لكني ما توقعتش. طيب خليني برضو أعرف من حضرتك، يعني ترجمة الروايات بشكل عام من العربية للإنجليزية، وحضرتك بتتكلم على طبعا المترجم الكبير الراحل يعني هانفري ديفيز. بالضبط، هانفري ديفيز. هل تم التواصل بينكم؟ الترجمة بتتم على أي أساس؟ هل مجرد أنه بيقرأ الكتاب فقط، ولا لازم يحصل تواصل مع كاتب الروايات؟ إيه اللي بيحصل؟ لو أثناء الترجمة طبعا بيحصل تواصل كبير، يعني أنا خدت أنا وهانفري 3 شهور، وكانت 3 شهور الأولى في الكورونا، فاستغلنا انعزالنا في البيوت وكنا بنتكلم ساعة يوميا أثناء الترجمة، لأن صعوبة الرواية دي بالذات أنا عملي كلها مترجمة، لكن كان سهلة لأنها النص نفسه عربي فصيح، فلغة واحدة سهلة لأي مترجم. إنما في الصاد شين أنا كنت حابب إن الناس كنت حابب أكتب لغة أشبه بلغة الكلام، الناس في الرواية يتكلموا زي ما بيتكلموا في الحياة. ففيها مفردات ما بنقولهاش الا في بيتنا احنا في اقصى جنوب الفيوم، وترجمتها بتكون صعبه لانه زي ما حضرتك قلت ممكن اترجم من العربي للانجليزي. صحيح. وكنا احيانا بناخد في الكلمه نص ساعه عشان انقل له ظلالها بحيث ينقلها للقارئ الانجليزي. انا حسيت انه بيزرع زرعه جديده، يعني عرفت جهود المترجم من هنا ان هو الموضوع مش اللغه، الموضوع المعنى طبعاً. نفسه طبعا. وكان لما بيوصل لمعنى من معاني عاميتنا العظيمة، العامية المصرية متنوعة وعظيمة، كان بيندهش ويقول لي فانتاستيك. وكان عنده توقع ان بعض الكلمات يعرفها الانجليز لأول مرة. طب بمناسبة الاندهاش بقى، كلمني عن هانفري ديفيز، أول ما شاف الرواية قال لك إيه؟ وكلمني عن حبه وعشقه لمصر والمصريين. هانفري ديفيز مترجم انجليزي كبير، مواليد 47. نعم. وجه في مصر وهو في العشرينات، عشق مصر، عارف اتفتن، فأقام فيها 50 سنة.
عارف حتى انت اثناء الترجمه كان بيريح لانه عارف حتى خلاص 50 سنه دي بقى مصري خلاص. يعني مره كنا بنتكلم على النورج. نعم. عارف انت النورج ده انقرض، النورج اللي هم كانوا بيدرسوا به اللي في الجرن وكده، بيدرسوا به القمح والفول. اكتشفت انه عامل كتاب عن الادوات الفلاحين المصريين. بقول حاجة بقى مصري الهوى خلاص 50 سنة إقامة في مصر. نجيب محفوظ ومترجم محمد مستجاب، وكان متحمس للرواية دي باعتبارها مغامرة لغوية، يعني كان بيتحدى نفسه فيها لأنها ما كانتش سهلة عليه. وأنا كنت لما تعاقدت مع الجامعة الأمريكية على الترجمة ما كانش ليا شرط إلا إن اللي يترجم هامفري ديفيس. هامفري ديفيس. طيب احنا سمعنا كده بعض الاشاعات، عايزه حضرتك تقول لنا بقى الموضوع ده حقيقي ولا لا. سمعنا مثلا انه الروايه حتى في الاصل يعني العربي النسخه العربيه منها صعب قرايتها، وسمعنا كمان انه هامفري ديفيس كان قلقان ان هو يغير اسم الروايه. هو طبعا انا كنت بقول كده ان بعض القراء نظرا للتباين في اللهجات، يعني اللهجات المتعدده واستجابتي انا لهذه الرغبه، ففي كلمات بتغمض على الناس، على بعض القراء العرب عموما بتبقى في صعوبه في قراءتها، وبعض المصريين اللي مش مطلعين على اللهجه البدويه مثلا، لان فيها شعر بدوي، فيها كلمات ليبيه، فيها لهجه الشباب الايطالي المصري اللي رايح ايطاليا، ودي لهجه خاصه زي الفرانكو عرب بس خاصه قوي، يعني عارفه جامعه بين اللهجه المصريه واللهجه الايطاليه. الاسم كان الاسم اقترحته المحرره، كان طبعا ما فيش معادل انجليزي لكلمه الصاد شين، ما يعرفوهاش. الصاد شين دي وصف بيقولوه الليبيين عن البدو المصريين، يسموهم ابناء الصحراء الشرقيه بالنسبه للليبيين اللي هو احنا. مصر فيها نوعين من البدو، البدو الشرقيين اللي هم بدو سينا، والبدو الغربيين اللي هو احنا، ودي هجرات من شمال افريقيا. ودول مختلفين في كل حاجه، في الزي واللهجه والعلاقه بالدوله المصريه. نعم. في كتير من الحاجات. نعم. طيب بالنسبه للروايه الاصليه، هل قراءتها من الاساس صعبه كلغه؟ والله انا الجهد اللي انا عملته فيها هو تسهيل اللغه الادبيه. نعم. يعني اللغه الادبيه ما تبقاش مفارقه عن لغه الانسان العادي، فهي من ناحيه لغتها سهله جدا. نعم. لغتها اقرب للعاميه بين الفصحى والعاميه. لكن الصعوبه فيها ان لعدم معرفتك بلهجه البطل اللي بيتكلم. صحيح. يعني مثلا بيتكلم بدوي وانت ما تعرفش البدوي، ده الصعوبة هنا. انما انا بذلت مجهود شاق فيها عشان اسهل لغتها الادبية. نعم. فاهم، انا كنت عايز اصل للغة اشبه بلغة الكلام، مش عامية بدقة، ولكن في سهولة الكلام وخفته وقدرته على الاقناع، وان الانسان يتكلم زي ما بيتكلم، وده جديد عن الادب. نعم. يعني الادب دايما يترجم للشخصية. طبعا احنا بنحيي حضرتك مرة تانية، وبنبارك لك يعني على طبعا فوز برواية حضرتك بجائزة باني بال، جائزة مهمة جدا بكل تأكيد. نشكر حضرتك جزيل الشكر حمدي أبو جليل الكاتب والروائي.